لما الصبر على الطاعة أيها الإخوة؟ لأنه مضاد للموت. الصبر على الطاعة مضاد للموت، لأن الذي لا يصبر على الطاعة قد قضى نحبه وأنهى أمره واستسلم وانقاد لشيطانه. أما الصابر على الطاعة فإنه حي كما قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. نعم، في الصبر على الطاعة حياة القلوب، وفي الصبر على الطاعة حياة الأبدان، وفي الصبر على الطاعة حياة الأرواح. علينا أن نستيقن أن العبودية شاقة على النفس، لأن النفس بطبعها تنفر عن امتثال الأمر المعين وتريد أن تفعل بإطلاق. لكن العبد إذا عرف أنه عبد وأنه عبد للرحمن فإنه يطيع أمره ويلزم نفسه ويبتعد عن البدع ويبتعد عن رغبات النفس. ولكن بعض القلوب قد ماتت بسبب ضجرها عن امتثال الأمر، ويقولون: إلى متى وأنتم تدعون إلى التوحيد؟ وإلى متى وأنتم عندكم سنة وبدعة؟ ما فيها متى؟ هذه حياتنا، نحيا على التوحيد ونموت على التوحيد، ندعو إلى السنة ونحذر من البدعة منذ أن نشأنا وعلمنا وتعلمنا وتربينا وإلى أن نموت. هذا هو حياة ومنهج وطريقة محمد صلوات الله وسلامه